حصلنا على المركز الثاني الحمد لله، وشاركنا فرقي وفردي والحمد لله حصلنا نتيجة بطولة جيدة، ونشكر المؤسسين للبطولة. الحمد لله وشكر، شاركنا اليوم مع نادي أمام المتقين، لعبنا مع مصر والحمد لله فزناهم في أول مباراة، لعبنا مع نادي القادسية والحمد لله غلبناهم في النهائي، لم يحالفنا الحظ الحمد لله وشكر حصلنا على المركز الثاني. الحمد لله وربنا كرمنا في فرق وخدنا أول، بس يعني ربنا ما كرمناش في فردي، بس أنا الحمد لله يعني جبت دهب امبارح ودهب النهاردة، الحمد لله ده كرم كبير من ربنا يعني. الحمد لله كنا يعني اعدادنا كان بمصر، كان بالقاهرة مع نادي الشمس، وحققنا ذهبية وأربعة فضة وثمانية برونز. البطولة ممتازة إلى أبعد الحدود، أو يعني من أفضل البطولات اللي شاركنا فيها، بطولة العلمين من أفضل البطولات. البطولة على مستوى عالي جدا وعلى كواليتي عالي، لعيبة يعني مجهزة صح، والإداريين والمدربين مجهزين لعيبتهم بشكل قوي. يعني تنظيم البطولة يعني نشكر مصر والله على التنظيم الجميل هذا، يعني ما قصروا معنا بأي شيء، وجبات، تنظيم اللعيبة، ندخل كحكام وإحنا مرتاحين، فالله يعافيكم، مشكورين على الشيء هذا الأمانة. أولا الله يعطيكم ألف عافية على التنظيم اللي أكثر من رائع، والله ما كنت يعني متوقع بهذا المستوى اللي شفناه. تنظيم جبار، وبفضل الله الحمد لله حصلنا على ميدالية ذهب وأربعة فضة وسبعة برونز، وبالتصنيف العام خذينا المركز الثالث والحمد لله.